إن الحمد لله وحده نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ونعوذ بالله العظيم من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه لا تراه العيون سبحانه لا تخالفه الظنون سبحانه لا يصفه الواصفون سبحانه يعلم مثاقيل الجبال سبحانه يعلم مكاييل البحار سبحانه يعلم عدد ورق الأشجار سبحانه يعلم عدد قطر الأمطار سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه جل وجهه وعز جاهه وعظم سلطانه ولا إله غيره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله على الحبيب المجتبى اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه في الأولين وصل عليه يا ربنا وعلى آله وأصحابه في الآخرين وصل عليه وعلى آله وأصحابه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا يا ربنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا نعم المولى ويا نعم النصير أما بعد أيها الموحدون الكرام فهذا بحول الله تعالى لقاء مع الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ولقاء اليوم وإن كان مع الخليل إلا أننا بحول الله وطوله ومدده وعونه سنعيش مع سنة لله في خلقه وكونه هذه السنة سنة لا تتخلف وسنة لا تتبدل فلله سنن ثابتة منذ خلق الخلق إلى قيام الساعة الكل يخضع لها بأمر الله تعالى كما أن هذه السنن تخضع بنفسها لذات الله سبحانه هذه السنة هي الجزاء من جنس العمل سنة الجزاء من جنس العمل أو كما يقول الناس في المثل كما تدين تدان وربنا سبحانه وتعالى لكمال عدالته وكمال حكمته أودع هذه السنة في خلقه لتكون على رقاب كل الخلق ومعناها باختصار شديد
جمع في قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يراها خيرا كما فعله ومن جنسه. فمن أطعم الطعام لوجه الله يوما ما أطعمه الله في الدنيا وأطعمه في الآخرة، الجزاء من جنس العمل. ويقول ربنا أيضا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فإن عملت شرا رأيت مثله من جنس ما عملت شرا تماما بتمام، في الدنيا من جنسه وفي الآخرة من جنسه، كما قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم في هذه السنة من اكتسى بمسلم ثوبا من حرام كساه الله مثله في نار جهنم. من اكتسى بمسلم ثوبا، يعني لو بعت اخوك المسلم بسوق، ربنا سبحانه وتعالى يجعل الجزاء من جنس العمل فيكسيك ثوبا من جهنم كما أنك بعت أخاك بثوب في الدنيا. وفي نفس الرواية من باع أخاه بأكلة في الدنيا أطعمه الله مثلها في نار جهنم يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، وانت اللي هتحدد ايه الجزاء اللي انت هتاخده، لان حضرتك في البداية اللي حددت ايه العمل اللي انت عملته. وما ربك بظلام للعبيد، وهذه السنة كما قلت لا تتبدل ابدا على اي احد، على اي احد، ولا تتغير ابدا على اي احد، على اي احد. وربنا أكد هذه الجزئية في موضعين أساسيين في كتابه الكريم، فقال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقال تعالى ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني مش ممكن تتحول وتغيب وتنتهي هذه السنة إلا بزوال الدنيا ومجيء الآخرة. وربنا يلفت أنظارنا سبحانه جل شأنه مع سيدنا الخليل إبراهيم أن الجزاء من جنس العمل، اللي هيعمل خير هيجد خير، واللي هيعمل شر هيجد شر. الغريب والدقيق والذي لا يقدر على هذه إلا الله أن الله سبحانه وتعالى إذا عملت خيرا أعطاك خيري الدنيا والآخرة، يعني يديك اثنين قصاد واحد، خير في الدنيا وخير في الآخرة. الدقيق أكثر أنه يعطيك الثواب من جنس ما فعلت تماما بتمام، مع الفارق في العطاء إذا كنت عملت خير. يعني لما تيجي تطعم واحد، تطعمه سندوتش مثلا فول ولا طعمية، ربنا مش هيديك فول ولا طعمية في الدنيا، هو يعطيك على قدر عطائه، وفي الآخرة يعطيك عطاء ثاني أيضا عطاء على قدر عطائه. والعكس بالعكس، إذا فعلت شرا أعطاك جزائين، الأول في الدنيا بس يناسب عظمتك، يعني انت ظلمت واحد، اهنت واحد، كشفت ستر واحدة، ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يفضحك كنت انت كشفت سترها، فعشر وناس ربنا سبحانه وتعالى يكشف سترك قدام 100 او قدام 1000، انك انت اللي بدأت. لما يجي يفضحك هناك هيفضحك على رؤوس الخلائق، كم عدد الخلائق يقفون أمام الله يوم القيامة لا يعلم عددهم إلا الله. فخلي بالك من الجزئية دي. فسنة الجزاء من جنس العمل، سنة لا تتغير لا تتبدل، هذه واحدة.
سنة الله يعطيك مثلما أعطيت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فيشوفها يراها مثلها تماما بتمام هنا وهناك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا برضو هيشوفها تماما بتمام هنا وهناك. استوقفني أكثر من مشهد، أكثر من عمل قام به الخليل، فالله سبحانه وتعالى نفذ معه هذه السنة ليكون درسا للعالمين، لأن ربنا يعلم جيدا أننا سنتخذ إبراهيم قدوة كما أمرنا هناك في القرآن الكريم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يعلم ربنا أننا نتخذ إبراهيم أمة نتعلم منه كل شيء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، كان أمة. يعلم ربنا أن لنا كبير نقتدي به مثل الخليل ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال في حق الخليل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فانتبه جيدا وتعلم الدرس جيدا واعلم جيدا أن الخليل مع مقامه العالي لم يستثنه ربنا من هذه السنة بالجزاء من جنس العمل، فكيف يستثنيك أنت أيها الفقير أيها المسكين؟ أول شيء قام به سيدنا إبراهيم ذهب لأبيه ودعاه إلى الله، كان رد الأب رد قوي وفظيع وشنيع، كان رد سيدنا إبراهيم على هذا العقوق من الأب والجحود من الأب والرفض من الأب في قمة اللين والأدب. يحكي ربنا هذه الآيات في سورة مريم فيقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فرد الخليل بقمة الرفق وقمة الأدب وقال قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا هو العمل الذي قام به سيدنا إبراهيم. ربنا يقول له يا إبراهيم أنا هديك الجزاء ومن جنس العمل، فكما كنت ولدا مطيعا، كما كنت ولدا رقيقا مع أبيك، رفيقا مع أبيك مع أنه كافر، سأجعل الجزاء من جنس العمل. وتعالى شوف المشهد المقابل، الله يأمر الخليل أن يذهب ويذبح ابنه الوحيد إسماعيل. في مثل هذا الموقف، موقف صعب، كان ممكن الابن يرد ويقول يا أبتي ما أقدرش، ده روحي ما بعدك روح، يا أبتي شوف حل تاني، يا أبتي أنت نبي ادعو ربك، يا أبتي قرب قربان، إنما لا لا، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علشان يقول لنا جميعا الجزاء من جنس العمل، فكما أن الخليل مع كفر أبيه كان رقيقا لطيفا، قال لأبيه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي، بعث الله إليه ولده وفي أمر خطير جدا سيقتل الولد، ومع ذلك رد على الأب وقال كلمة أرق في موضع أشد من موضعه مع أبيه، قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر
وأنا هعينك كمان، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الجزاء من جنس العمل، اللي هتعمله في والديك هيعملوه فيك أولادك. مشهد ثاني في الجزاء من جنس العمل في حياة الخليل: بلغ الخليل من السن 80 سنة، فأوحى الله إليه: يا إبراهيم اختتن، اقطع جزء من جسدك. فما كان من الخليل إلا أنه سمع وأطاع وبسرعة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام البخاري: اختتن إبراهيم النبي، اختتن إبراهيم النبي وعمره 80 سنة بالقدوم. بالقدوم، العلماء بيقولوا بالقدوم يعني ايه؟ قال لك هي حاجة من اثنين: يا اما هي اشارة الى الآلة التي تقطع بها الاشجار، كانش فيه مسح لا بقى ولا الحاجات بتاعت ريان دي. وفي الحتة دي لقطة بديعة، ان الخليل عليه السلام رغم ان سنه 80 سنة، ورغم ان مفيش آلة مناسبة للمكان الحساس ده يقطع بها هذا المكان، الا انه سارع لامر الله مهما كان السن ومهما كانت الآلة. وبعض المحدثين قالوا لا، يقصد انه كان غريبا في بلد اخرى تابعة لبلاد الشام تسمى القدوم، فلما امره الله وهو في بلد غريبة، حتى وانه في بلد غريبة ما انتظر حتى يرجع الى اهله ليقوم بالاختتان، ولكنه سارع وختن نفسه وقطع جزءا منه طاعة لله. ده العمل، قطع جزء منه، قطع جزء منه، ده العمل. تبيه الجزاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى اختبر في الجزئية دي فنجح، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له: وانا لازم اديك الجزاء من جنس عملك. تبيه الجزاء، اسمع، نحن نسمي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، نحن نسميه أبو الأنبياء ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل من صلبه، من نسله، كل الأنبياء الذين جاءوا بعده كما قال علماء التاريخ. فأنجب نبيان كريمان، أنجب سيدنا إسماعيل وأنجب سيدنا إسحاق، هو سيدنا إبراهيم يعني. سيدنا إسحاق جاء منه كل أنبياء اليهود، وهم مئات أو يمكن آلاف. وسيدنا إسماعيل جاء منه نبي واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان سيدنا إبراهيم من صلبه معظم الأنبياء، سماه الواحي أبو الأنبياء. ايه الجزاء اللي هنا؟ قال لك هو ربنا امره يقطع ايه؟ يختتن. والختان ده متعلق بايه؟ بالمكان الذي يكون سببا في مجيء الولد. فقال له: زي ما انت سارعت انك تقطع ذلك المكان طاعة لله، انا هجعل لك من ذلك المكان، وهذا المكان منك سيكون سببا لمجيء مئات وآلاف الأنبياء الذين ينسبون إليك أنت يا إبراهيم. الجزاء من جنس العمل، حتى في الجارحة، حتى في الجارحة. أنت متعجب ليه؟ مش فاكرين سيدنا جعفر لما اتقطعت إيديه في حرب من الحروب؟ فحزن الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أبشروا فوالله إني رأيت جعفرا يطير في الجنة بجناحين بدلا من يديه التي قطعت. الجزاء من جنس الايه؟ هي دي اللي أنا عايزك تفهمها جيدا عن الله. اللي هتعمله من خير مهما كان، مهما كان، هتجد جزاءه من جنس العمل.
كمان مشهد من المشاهد الدقيقة في الجزاء من جنس العمل في حياة الخليل عليه السلام، لما أرسله الله إلى قومه قالوا يا إبراهيم سنظل عاكفين على عبادة هذه الأوثان وإن على آثارهم مهتدون، وفي آية أخرى وإن على آثارهم مقتدون. سيدنا إبراهيم جادلهم باللين من يفعش، بالحسنى من يفعش، بالحجة من يفعش، بالقوة من يفعش، فأوحى الله إليه يا إبراهيم قصف كل الأصنام في يوم عيدهم وضع الفأس على رأس كبير الأصنام حتى يرجعوا إليه إن كانوا يمضون. نفس سيدنا إبراهيم الحكاية كاملة، قال في نفسه تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. راح للأصنام بالفعل فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. طبعا سيدنا إبراهيم أي واحد في مكانه كان هيخاف يترعب تكسير الأصنام آلهة، يعني لو قتل واحد فيهم المسألة تبقى أسهل من أنهم يتعدى على آلهتهم وكل الآلهة وكل الآلهة ما خافش، لكن فعل ونفذ وبسرعة. ولا جدر ربنا قال له يا ربي طب ما ندعوهم كمان شوية، طب يا ربي ما نبعت لهم، طب نبعت لهم كمان رسول معايا، لا ربنا يقول اعمل يعمل في لحظة. وهو ده المؤمن الذي إذا قيل له افعل فعل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعنا وأطعنا، الموضوع انتهى. نفس سيدنا إبراهيم المسألة بدقته، كسر الأصنام فجعلهم جذاذا. شوف شوف شفت التعبير القرآني، يعني حتت صغيرة. طب ايه الجزاء اللي من جنس العمل اللي ربنا هيديه لسيدنا إبراهيم؟ ده العمل ده عمل بطول. قال لك تعالى زي ما ربنا أمره بتكسير الأصنام وأطاع، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يشرفه أعلى شرف يناله إنسان في الوجود، فيأمره أن يبني أعظم بيت لله على وجه الأرض، اللي هو البيت الإيه؟ البيت الحرام. هو كسر إيه؟ حجارة. وبناء البيت الحرام من إيه؟ من حجارة. إنما عايز يقول لك يا إبراهيم أنت أطاع وكسر وما همكش حاجة وما خفتش. قال لك أنا. وفي لقطة جميلة قوي في حتة تكسير الأصنام دي، لما شافوا الأصنام اتكسرت قالوا إيه ده؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. أم بعضهم رد على بعض وقالوا إيه؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، اللي كان بيشتم عليهم وبيقول ده ما تنفعش وبيقول إن كنتوا بتعبدوا حاجات حجارة وما تنفعش، ده إبراهيم. كبار بتوعهم قالوا إيه؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هاتوا بقى قدام الناس كلها عشان يبقى فرجة وفضحته تبقى بجلاجل. يقوم ربنا سبحانه وتعالى ما يفوتش كمان الحتة ديت، يقول مش هم خدوك وجروك من بيتك حطوك في مكان عام عشان تبقى فرجة وفضحتك بجلاجل قدامهم بعد ما كسرت الأصنام لوجهي يا إبراهيم؟ أيوة. وأنا كمان هأجعل شخصيتك وذاتك ببنائك للبيت الحرام العالم كله يقدرك ويحترمك ويوقرك ويجلك عشان بنائك للبيت الحرام. ولذلك ما اختلف أحد في الدنيا على إبراهيم. اليهود اللي ما اعترفوش بسيدنا محمد بيقولوا ده إبراهيم ده تبعنا، إبراهيم ده كان يهودي، كذب. النصارى اللي مش معترفين بسيدنا محمد بيقولوا إيه ده إبراهيم ده إيه ده تبعنا إحنا ده نصران. كل اللي عارفين إن فيه دين سماوي وحي من السماء اعترفوا بمين؟ دي مش سهلة يا جماعة، دي مش بسيطة، الجزئية دي مش بسيطة، ده ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، عايز يقول لنا اللي هتعمله حتى لو عملته وتهانت كرامتك وصيتك اتقل بين الناس وفضحتك بقت بجلاجل، أنا مش هفوته وهديك أحسن من صيت عندي في الدنيا والآخرة. بس مين يتعامل مع الله؟ مين يتاجر مع الله؟ مين يفهم حقيقة الجزاء من جنس العمل مع الله؟ يبقى دي العمل ودي الجزاء.
ناخذ كمان مشهد، ناخذ كمان مشهد. لما امسكوا به واوقفوه امامهم والناس كلها ينظرون يشهدون، قالوا يا ابراهيم انت عملت كده ليه؟ قال والله انا عملت ايه؟ انتوا لقيتوا الفاس في ايديا ولا على راس الكبير بتاعهم؟ فقالوا لا على راس الكبير اهو. قالوا طب اسالوا ولا اقول لكم؟ ما هو ممكن طالما هو اللي عملها ينكر، اسالوهم هم ان كانوا ينطقون. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. لا لا لا، بينهم وبين نفسهم كده ابراهيم عنده حق، لكن اللي عنده الكبر والكفر رجع تاني لقلوبهم قالوا لا حرقوه وانصروا آلهتكم. المفسرين بيقولوا كلمة جميلة جدا، بيقولوا بئس الإله الذي ينتظر النصر من خلقه. حرقوه وانصروا آلهتكم. اللقطة الجميلة اللي جاية بقى اللي عايزين ناخد منها حتة في الجزاء من جنس العمل، ان هم لما أرادوا أن يحرقوه أهانوه قبل ما يحرقوه، أهانوه قبل أن يحرقوه. عملوا إيه؟ جابوا نار كبيرة مشتعلة وأشركوا فيها كل الناس، قالوا عايزين كل واحد في البلد يشترك في الموضوع ده، اللي عنده حطب يجيب، واللي عنده هدوم قديمة يجيبها، واللي مش عارف عنده إيه يجيب، واللي عنده وقود يحط ويولع، واللي عنده. حتى كانت المرأة تقول لو شفاني الله من مرضي لجئت بحطب على رأسي ليحرق إبراهيم. يعني الموضوع كان مترتب صح. قبل ما يلقوه في النار عملوا ايه؟ جردوه من ثيابه فصار عريانا. صعب قوي على المؤمن دي، صعب جدا لما يكون هم على باطل وهم على خطأ وهو على حق ومعه الله، وربنا سبحانه وتعالى يسلمه لهم ليجردوه من ثيابه قبل ما يرموه في النار. طب لو رموه في النار وهدومه معايا بقى يعني خطوة واحدة. يوم ربنا سبحانه وتعالى كأن ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم إيه رأيك يا إبراهيم؟ ها راضي ولا مش راضي؟ يوم سيدنا إبراهيم يقول له قال له يا ربي هو ده مش قدرك وقضاءك؟ راضي. هو ده مش حكمك وإرادتك؟ راضي. فجردوه من ثيابه وألقوه في النار. يوم لما جردوه من ثيابه وألقوه في النار عريانا فصبر ورضي، يوم ربنا يقول له وانا هعمل لك الجزاء من جنس العمل. روى البخاري قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وأول من يكسى من الخلق يوم القيامة خليل الله إبراهيم. ليه؟ عشان يعلمنا الجزاء من جنس العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الولي الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الجزاء من جنس العمل. إياك أن تغفل لحظة عن هذه السنة التي لا تتبدل والتي لا تتحول. الموقف الخامس في حياة الخليل لنتعلم منه الجزاء من جنس العمل، أمره الله أن يذبح ولده إسماعيل. أنا أريد أن تتخيل معي لو أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال لا، كان إيه اللي هيحصل؟ أولا كان ربنا سبحانه وتعالى هياخد منه ابنه غصب عنه في لحظة واحدة. اثنين، كان ربنا سبحانه وتعالى لو أخذ هذا الولد مش كان هيديله الرسالة والنبوة، لأن سيدنا إسماعيل أخذ الرسالة والنبوة بعد ذلك. ثلاثة، مش كان هيجي من سيدنا إسماعيل أفضل الأنبياء والمرسلين اللي هو سيدنا إيه؟ محمد. مش هذا الشرف العظيم؟ من عصى حرم الخير كله.
لكن أول ما ربنا قال له في المنام، وده الاختبار الصعب، ربك بيقول لك اذبح ابنك أو ابنك هيموت، لا أو ابنك هيكون على الجبل وانت غمض عينك كده وتعالى نفسك وادفعه حتى يسقط فيموت، بس احنا شوية، إنما ابنك والوحيد ويذبح وبإيديك أنت، وإنت بلغت من الكبر عتية، وكمان الكلام ده كله فيه رؤية صعبة، صعبة جدا، لكن نجح فيها الخليل وذهب لابنه وقال له يا ابني أنا عايز أذبحك، قال له يا أبت افعل ما تؤمر. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خلي بالك من الكلام بقى، يبقى ده العمل، ربنا يديله الجزاء من جنس العمل، يقول له يا إبراهيم مش أنت سمعت وأطعت وسلمت وهتذبح ابنك، أنا هديك أربعة قصادهم، جزاء من جنس العمل. إيه الأربعة؟ قال لك أولا سأبقيه لك حيا، ثانيا سأجعله نبيا، ثالثا هخليه هو بنفسه يبني معاك أعظم بيت في الوجود عشان ينال الشرف ده، لأني هو سلم معاك لأمري زي ما أنت سلمت لأمري. أربعة هجعل من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين. يعني أنت يا إبراهيم هتخلف اثنين، إسحاق يجي منه آلاف الأنبياء بتوع اليهود، وإسماعيل يجي منه محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن ربنا بيكافئ سيدنا إسماعيل وبيقول له زي ما أنت سلمت أمرك لله أنا هجعل من ذريتك نبي واحد، إنما لو وضع في كفة ووضعت كل أنبياء اليهود اللي من السلسال الثاني في كفة لرجحت كفتك يا إسماعيل. صح ولا مش صح؟ الجزاء من جنس العمل. موقف سادس في الجزاء من جنس العمل في حياة الخليل عليه الصلاة والسلام، بعد وقعة الذبح دي بفترة أمره الله ببناء البيت الحرام، وبعد سيدنا إسماعيل ما تزوج كما جاء في الحديث الصحيح في رواية سيدنا الإمام البخاري من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إبراهيم ذات يوم لابنه في مكة فصنع معه كما يصنع الوالد بولده، يعني جاي من سفر فاحتضنوا قبلوا حضنوا إلى غير ذلك، ثم قال له يا بني إن الله أمرني أمرا، قال يا أبتي نفذ أمر ربك، قال يا بني وتعينني عليه، قال وأعينك عليه يا أبتي، قال له إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا له، فبنى يا البيت سيدنا إبراهيم يبني وسيدنا إسماعيل يأتي بالحجارة. فلما وصل البيت إلى منتهى ذراع الخليل وهو يبني، أراد الخليل أن يتقن العمل أكثر ليكون ذلك أقبل عند الله، يريد أن يعلو البيت بجدران عند بيت الكريم بيت المالك، فقال لإسماعيل تعال معي، وأحضر حجرا كبيرا ووضعه بجوار الجدار، ووقف عليه سيدنا إبراهيم ليرفع الجدار من البيت أكثر وأكثر. يبدأ العمل، جاب الحجر علشان البيت يرفع أكثر، أولا تعظيما لله ولأمره، فلما ربنا يأمرك اعمل الحاجة الفلانية مش تعمل وخلاص، ربنا اللي قال لك أتقن أخلص، وعلى قدر إتقانك وإخلاصك سيكون الجزاء من جنس العمل. ثانيا عشان يرفع الجدار، ولما يرفع الجدار يكون للبيت مهابة وعلو، فده العمل، تبيه الجزاء اللي انت عملته له يا رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول عشان انت عملت كده يا إبراهيم، ربنا سبحانه وتعالى قال وأنا سأجعل ذلك الحجر يا إبراهيم خالدا باسمك يعبدني الخلق عنده تقربا إلي تقديرا لك على نيتك وفعلك.
ولذلك ربنا بيقول عن الحجر اللي هو مقام سيدنا إبراهيم: الواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الجزاء من جنس العمل. المشهد السابع في الجزاء من جنس العمل في حياة الخليل: سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بنى البيت، رفع القواعد، أسس البنيان، أذن في الناس بالحج. يا إبراهيم يا رب أذن في الناس بالحج إيه؟ وأنا كبير في السن صوتها يوصل فين؟ كان أقف عند الكعبة ولا على الكعبة كده أقول: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. توصل فين دي؟ ده صحر. اسمع الكلام، ركز يا شو ربنا لما يقول لك اعمل حاجة تعملها، مالكش دعوة بالتوصيلة. وربك قال لك خلي بالك من مراتك وعيالك، هو يحفظهم لك بقى. اعمل حاجة الفلانية، هو هيبلغها بقى خلاص. سيدنا إبراهيم ورد في الأثر: يا رب، إلى أين يصل صوتي عندما أؤذن في الناس بالحج؟ فقال: يا إبراهيم، عليك الأذان وعلينا البلاغ. مش بتاعتك انت، نفذه بس. سبب، إنما المسبب يفعل ما يشاء. يبقى ده العمل اللي عمله سيدنا إبراهيم. وقف سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج زي المؤذن دلوقتي، بقول الله أكبر الله أكبر. يوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل الجزاء من جنس العمل، تسمع الجزاء. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم جاءني ملكان فأخذاني فانطلقنا، فرأينا ما رأينا حتى وصلنا إلى السماء، فدخلنا جنة فيها من ألوان الربيع ما شاء الله، فوجدت بها رجلا هو أطول الرجال طولا، وعنقه من أطول الأعناق رأسا، فسألت الملكان: من هذا؟ فقال لي: انطلق. في نهاية الحديث قال له: أما ذلك الرجل الذي رأسه عالي وطوله مرتفعا فذلك خليل الله إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فهؤلاء أبناء المسلمين الذين ماتوا على الفطرة قبل البلوغ. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأبناء المشركين؟ قال: وأبناء المشركين. العمل، أذن في الناس بالحج على قدر جهد، والجزاء يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء وفي جنة هناك عند الله، طوله لا يعلم قدره إلا الله. ليه؟ لأنه كان عمله شاب وهو بابن البيت الحرام، وطول رأسه لا يكاد ينتهي في العلو. ليه؟ قال لك ما هو عمال يأذن والحبيب هناك قال إيه: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. طب الولدان اللي حواليه دول بيعملوا ايه؟ قال لك بربيهم ويعلمهم. ليه بربيهم ويعلمهم؟ قال لك انت ناسي ان ابراهيم كان امه الاولاد اللي ماتوا صغار للمسلمين ولغير المسلمين، اللي يموت منهم يروح عند سيدنا ابراهيم هناك في السماء، بعلمه الفطره، بعلمه الخير، بعلمه التقى، حتى تقوم الساعة، وساعتها اللي أبوه مسلم وأمه مسلمة من الأولاد دول يقف على باب الجنة وينادي على أبيه وعلى أمه ويقول لربه: رب، لن أدخل الجنة بغير والدي. فيقول الله للولد: خذ والداك وادخل بهما الجنة. هذا هو الجزاء من جنس العمل. تدبر، تفكر، اللي هتعمله من خير جزاء من جنسه تماما بتمام في الدنيا وفي الآخرة، واللي هتعمله من شر جزاء من جنسه في الدنيا وفي الآخرة. وما أغرب ما يقوله الناس
أنا بعمل خير لكن محدش حاسس بيا، أنا بعمل خير لكن محدش بيكافئني، واللي بيعمل شر مبسوط وفارد صدره على الآخر ويقول أنا بعمل اللي أنا عايزه محدش هممني، أنا بعمل اللي أنا عايزه محدش يقدر يحاسبني. أقول للأولاني وأقول للتاني الجزاء من جنس العمل، لأنكم تتعاملون مع ملك السماوات والأرض، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي عقولنا نورا، وفي صدورنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي كلامنا نورا، واجعل من أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا منك نورا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.